عمليه حاليه واستراتيجيه اللي تخفف من الحده ديال المرض هو التليميديسين. التليميديسين طبعا غادي تساهم بواحد الشكل كبير في هذا، حيث انا ما غاديش ندخل في التفاصيل التقنيه ولو انني طبيب وعندي هذا الموضوع، ولكن نخليها من بعد. انه قلنا انه خصنا ندخلوا في الشابو الا بغينا فعلا نجودوا الخدمات الصحيه في الجهه لصالح السكينه ديالنا، ضروري خصنا نساهموا في هذا المشروع. وفعلا تم اتفاقيه ديال الشراكه ما بيننا كجهه، عطيتكم على الاسباب ديال الموضوع، انا درنا شويه ديال حضرنا على لا كيسيون، عطيناكم جو ريبون لا كيسيون اللي طرحت، بوكوا لا ريجيون فينونس لو بروجي دو لاتيليميديسين. دونك فينونسينا علاش؟ لانه كاين واحد الخصاص وعندنا واحد الهاجس ديال تحسين جوده الخدمات الصحيه. وكيف شفتوا كيف سبق لنا ذكرنا على انه في التشخيص اللي كان دارت الجهه بمعيه المركز الشفائي الجامعي والمديريه الجهويه، حطينا واحد المجموعه ديال المشاكل، ومن بينها طبعا قلنا العنصر البشري. وكحل لهذا المشكله ديال العنصر البشري، وكحل في تقليص المشاكل اللي نتج على هذا النقص، هو هذا الطب عن بعد. الو هاد الطب عن بعد، فهمتي كيف حضرتو له وشفتوه، على انه كاين واحد المجموعه ديال الحويجات اللي ديال الفحوصات، مجموعه ديال الارشادات، مجموعه ديال الامور اللي يمكن دار عن بعد، بحيث ان واحد الطبيب في واحد المنطقه نائيه مع واحد المريض اللي كان كيخصو مثلا يتنقل حتى المدينه ولا واحد المركز الشفائي الجامعي، كيمكن في المنطقه اللي هو فيه يمكن يدخل في تواصل مع ذاك الطبيب المختص ويعطيه جميع المعلومات جميع الارشادات. دونك بالاضافه للجانب التوعوي والجانب التربوي فيما يخص قطاع الصحه، اذا في ميدان الصحه، اذا الجهه هي اللي موله المشروع، حيث ان هي اللي غتقتني الاليات، وطبعا اللي غادي يشتغلوا بهذا الشيء هم الاطباء ديال القطاع، الاطباء اللي تابعين لوزاره الصحه، وكذلك المركز الشفائي الجامعي، واللي معنا مستقبلا الجمعيه المجتمع المدني، وكذلك القطاع الحر. اول حاجه بانه الطب عن بعد هو كل ما يسهل التواصل ديال اي حاجه كتخص الطب، الجراحه ولا التطبيب ولا التحاليل ولا اي حاجه، ولا التدريس ولا التوعيه في مشاكل طبيه عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهي مثلا ما يسمى بالهاتف النقال، بالانترنت، بالتواصل من بعد بالكاميرات الى اخره. وهذا دابا الحمد لله عرف اشواط جد متقدمة، لانه تكتشف منذ 1920، والحمد لله احنا في مراكش منذ 2013 بدينا كنديروا التجربة الاولى ديال الطب عن بعد في مراكش مثلا مع بعض المدن. كنا بدينا بعض الابحاث مع مدن اخرى، وبدينا خصوصا مع الصغيرة، اللي كان واحد التجربة ناجحة الحمد لله. وهذيك التجربة كانت في ما يخص أمراض الزهايمر وأمراض الخرف، ومن بعد نوعنا ودرنا أمراض باركنسون، مرض الصرع، وأمراض أخرى ديال الجهاز العصبي. وبعد ذلك نجحت الحمد لله ديك التجربة ديال الصغيرة، درنا تجارب في مدن أخرى، تجارب مع أسفي، كنا كنديروا مع مرض الصرع، مع جمعية مرض الصرع، كنا كنجمعوهم وتنشوفوا المرضى وتنتبعوهم يعني بالطبع عن بعد، وكذلك كنا كنديروا التوعية والتحسيس. يعني كنجمعوا المرضى تنشرحوا لهم شنو هو المرض، شنو النصائح اللي خص الواحد يدير باش ما تجيش النوبه، شنو خصو يدير الى اخره، الى وقعت النوبه اش غيدير الواحد. ومن بعد ذلك ولينا كنديروا مع مدن اخرى، مثلا العريش، مع اصيله، مع تنغير، مع اليوسفيه، والحمد لله درنا حتى مع تجارب في دول اخرى، تونس مثلا، المكسيك، كندا، درنا مع دول افريقيا مثلا جمهور افريقيا الديمقراطيه الوسطى، وكنديروا الحمد لله تكوين ديال الاطباء في بعض البلدان مثلا في مالي، في جمهورية الافريقيه الوسطى. والحمد لله هذا الطب عن بعد كيسهل بزاف ديال الحوايج. اول حاجه تربحوا الوقت، يعني المريض ما يبقاش يتنقل، وحتى الطبيب ما يبقاش يتنقل. الحاجه الثانيه تربحوا الامكانيات، يعني ما تنضيعوش فلوس، المريض اذا كان كي مصاريف كثيره باش كيتنقل تلخصوا عليه وتنوفروا هذوك المصاريف. القضيه الثالثه هي تنقل المعلومه بسهوله، حيت كما كتعرفوا دابا المعلومه هي اللي مهمه. مريض ملي تناخذ من عنده معلومات تنعرفوا مثلا عنده مشكل الفقر الدم، مشكل في الاعصاب، في الدماغ، في هذا. دونك ديك المعلومه الا جبتها المريض حتى عندي باش يقولها لي، نقدر ناخذها من عنده هو عن بعد. وهذا عن بعد تقدر تكون في 1000 كيلومتر، تقدر تكون 500 كيلومتر. واللي مهم اكثر هو خص تكون الانترنت، تكون واحد الصبيب عالي بزاف، كونيكسيون مجهده.
وخص يكون مثلا مقرر ويكون الناس محفزين، ماشي ضروري طبيب، خاص يكون غير ممرض. احنا بالتعاون مع مجلس الجهه والمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش تنقوموا بانزال ديال لو بروجي ديال لا تيلي ميديسين في الجهه ديال مراكش اسفي. اقترحنا انه ننزلوا هاد لا تيلي ميديسين في مجموعه ديال لي سونتر دو سونتي، الاغلبيه ديالهم في العالم القروي، والمستشفيات لي سونتر هوسبيتالي بروفانسيو ولو سونتر هوسبيتالي ريجيونال اللي كاين في مراكش، زائد المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. بطبيعه الحال غادي يكون التكوين ديال الاطر الطبيه، غادي يكون ماشي غير الاطر الطبيه بوحدهم، كذلك الاطر الاداريه بور تو سكي لوجيستيك، الاطر التقنيه في الاعلاميات بور تو سكي سوبور انفورماتيك افون و ابري لوتيزاسيون ديال داك لو ماتيريال. اذا هاد الاليات الحمد لله حنا الميزانيه اتفاقيه راه صادقنا عليها كيف تتبعتوا سابقا، وحتى الميزانيه ديالها راه محجزه. حنا بسعاده بصدد يعني تحديد حددنا حتى المراكز اللي غادي يمكن يكون فيها، غادي يكون في كل اقليم غادي يكون مركز بالاضافه لواحد المجموعه ديال المراكز الصحيه في المجموعه، واحد 32 يعني مركز غادي يكون على تاع الجهه كامله باش تكون واحد التغطيه يعني تكون كبيره. دونك دابا حنا اليوم هو لقاء كان تقني كنحددوا فيه كيفيه ديال الاشتغال، وفي القريب العاجل غادي نعلنوا على الصفقه المتعلقه باقتناء الاليات واللي الجهه هي اللي غتكلف بها.